ست جوان دخلوا في حارس مرمى مصر الأول. أكيد. بص، المسألة إن في أخطاء ما بيشيلهاش الشناوي لوحده، لأن طبعًا كلها في بعض الفرص اللي كانت ليها علاقة بالاختراقات. وأنت الاختراق وتيجي تلاقي نفسك إنك أنت بتواجه الحارس المرمى بالمهاجم، بتبقى نسبة المهاجم بتبقى أعلى، لأنه يعني برضه وهو داخل بيبقى ممكن ياخدها يمين ياخدها شمال، عنده أكتر من تاني. لكن حارس المرمى ما عندوش غير إن هو يروح أتاكينج على المهاجم، ما عندوش أي فرصة تانية غير الحتة دي.